اشتركت في برنامج دورك مع مؤسسة أنالاند بالتعاون، عملنا تويننج بالتعاون مع مؤسسة في أسبانيا في مكان اسمه يورنس، هو يعني كتالوني مش أسباني، مؤسسة اسمها سيركا. المؤسسة بتشتغل على الريزيدنسي للفنانين وعلى الريسيرش وعلى الأرت بشكل عام. من جهتي انا يعني بشتغل فنانه تشكيليه ومهتمه بالميورال بينتينج وبالبينتينج. كان بالنسبه لي اسبانيا انترستد جدا لان جودي طبعا والموزايك بتاع جودي من اهم الميورال بينتر اللي في العالم يعني. وفكرت ان انا ازاي استفيد من الاكسشينج ده، ازاي فعلا يكون في حوار بين الشمال وبين الجنوب. مهتمة كتير انا باوجه الناس في الشمال لان البورتري بالنسبة لي بيمثل هو ايه اللي جوه البني ادم. فكرت ازاي ان انا اخد سكتشات للناس للناس اللي هي في شمال الميديترينيان، وازاي الناس دي عندها بشكل ما ملامح شبهنا وبشكل ما عندها اختلاف. وفي نفس الوقت كانت الفكرة ان ازاي نتعامل بخامات هي بتربط بين الشمال والجنوب، بالخامات اللي هي بنشتغل، الخامات اللي هي بتاعت الميديترينيان، الخامات اللي موجودة في البحر في الارض، خامات طبيعية جدا، وازاي نعمل كولاج من الخامات دي. ابتدينا فعلا واحنا هناك ندور على خامات، لقينا خامات كتير جدا نشتغل بيها، اكتشفت اماكن كتير جدا فيها خامات طبيعية خيرات ربنا يعني زي ما انا بقول، لان هي بالنسبه لي الاهم في الدنيا الماتيريالز دي. وابتدينا نشتغل فعلا بيها، اخذت سكتشات لناس كتير، لفيت قرى كتير في كاتالونيا وبرشلونه طبعا يعني الجزء الاكبر منها كاتالاني. ومش عارفه ليه كنت انترستد اكتر بالوجوه الكاتالونيه مش الاسبانيه، وهي مختلفه خالص عن بعضها شويه في الملامح يعني. وبالفعل عملنا معرض. الفترة بتاعتي اللي أنا قعدتها هناك كانت شهر، كنت متخيلة أن الشهر ده أنا مش هلحق أعمل فيه حاجة خالص، لأن أنا حسيرش عن الخامات وعن كمان رحت اتفرجت على جودي وعلى شغل جودي، وكنت عايزة اتفرج على أعمل شغل بالطريقة التكعيبية، ودي مدرسة بيكاسو، بيكاسو أسباني، فكمان عايزة اتفرج على شغل بيكاسو. فقلت أن أنا مش هبقى عندي وقت أن أنا اتفرج وأعمل المعرض. الحقيقة يعني كان في تسهيلات كتير جدا 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 مقدمها لي أنالاند، ومقدمها لي البرنامج، وكمان مقدمها لي سيركا اللي هي المؤسسة الأسبانية. اتفرجت على الشغل بتاع جاودي وبتاع بيكاسو، ودورت على الخامات، ونفذت المعرض في خلال الشهر ده. مش بس كده، كمان فكرنا ازاي نعمل تواصل مع المجتمع الكتالوني، سبيشالي الجزء المقفول من المجتمع او القرى الصغيره. ففكرنا نعمل وركشوب في سيركا نتعامل فيه مع المجتمع، وحددنا ميعاد الوركشوب بالفعل للتنفيذ الشغل بنفس الطريقة، كولاج بخامات طبيعية بتكنيك الموزايك. كنا متخيلين ان احنا هنشتغل ماكسيمم، او قلنا ان احنا مش هنشتغل ماكسيمم مع 15 فرد، وكنا عندنا حالة رعب من ان ما يجيش 15 فرد يعملوا الوركشوب. الحقيقة ان احنا اشتغلنا مع اكتر من 30 شخص، وكمان قلنا ستوب، يعني احنا اللي وقفنا العدد، كان ممكن يوصلوا العدد رهيب رغم ان القرية كلها كل سكانها لا يتخطى 1200 فرد. كان الوركشوب ناجح جدا والناس انبسطت، والغريب واللي حسيت فيه فرق ان الناس هناك ما كانتش خايفة. كنا متخيلين ان احنا هنشتغل مع الاطفال وتينيجر بس، لكن اشتغلنا مع اعمار تبتدي من سنتين لغاية حوالي 70 سنة تقريبا. الجميل والمميز هناك ان الناس ما كانتش مكسوفة، وده اللي اتمنى ان هو يحصل في مصر. الناس ما كانتش مكسوفة انها تشتغل او انها تتعلم حتى مهما كبر سنها.
اعتقد ان انا اكتسبت خبره كبيره جدا 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 من البرنامج دوت. طبعا البرنامج توينينج، فكمان باو اللي هو الشريك الاسباني موجود هنا دلوقتي في مصر وبيقوم هو بعمله كمان في التويننج ده. يعني سعيده بالمشاركه دي طبعا، ومش قادره اقول لكم قد ايه الخبره اللي الواحد اكتسبها هناك، سواء في التعامل مع الناس او الخبره اللي اكتسبها في ازاي ناخد الميزات اللي هناك ونقدر ننقلها هنا بشكل ما، او ناخد الميزات اللي هنا او شكل الارت اللي بنعمله هنا او شكل التفاعل اللي بنعمله هنا وننفذه هناك. لان كمان هناك هم كانوا خايفين جدا، كانوا متخيلين الورك شوب دي حاجه صعبه خالص ان احنا نعلن عنها ويجي ناس، وده كان بالنسبه لي شيء سهل. فاعتقد ان انا نقلت لهم خبره واكتسبت خبره كبيره، اكتسبت خبره في الريزيدنسي واقامه الفنانين، وده اللي شغالين عليه دلوقتي مع باو هنا في مصر. بنصحكم جدا 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 ان انتوا تشتركوا يعني في البرنامج ده مع انا لاند، وبرنامج دورك اي ثينك انه برنامج مميز خالص، لان مش سهل تلاقي حد يقدم لك الاكستشينج ده بالبساطه دي ومن غير تعقيد. يعني مش عارفه بس انا اللي كان حظي كويس ولا الناس كلها حصل معاها كده. انا ما واجهتش اي مشاكل الحمد لله في البرنامج، لا في الاقامه ولا في الحركه ولا في اي حاجه. بنلاقي سبورت كبير جدا 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 من العاملين في انا لاند، انا بشكرهم جدا. بشكر سيركا طبعا للاهتمام اللي كانوا مهتمين بيا فيه، وبشكر انا لاند، وبتمنى ان كل الناس تقدم في البرنامج ده. شكرا ليكم.